نبتدي بقى بأنهي ملف من الملفات اللي كتيرة اللي الأول اللي عليها؟ نبتدي بإيه؟ المنتخب يلا نبتدي بالمنتخب. طب تعالى نبتدي كمان من مباراة النهارده وممكن نرجع بقى بالكلام لورا شوية. توقعات حضرتك لمباراة النهارده بين مصر وتونس، التشكيل هل هو هيكون أقرب ما يمكن للتشكيل اللي مصر لعبت بيه قصاد الجزائر مثلا في اللقاء والغيابات اللي موجودة وفكرة يعني الشناوي يعني خليها برضه بالظبط. قبل ما نطلع الهواء كنت بتتكلم يا كريم أنت ونهوان إن إحنا لما هنرجع بالزمن كده هنلاقي ان مباراه مصر وتونس طول عمرها بيبقى ليها طابع خاص بتاخد اهميه بشكل كبير جدا. يعني طول عمرنا مقابلتنا مع تونس بتحس ان في نديه بشكل كبير، 50-50 زي ما بيقولوا، محدش قادر يقول مين كفه مين ارجح من التاني. صحيح. على مدار التاريخ ده ينطبق على دول شمال افريقيا كلها الحقيقه. بالظبط، يعني تونس والمغرب والجزائر وانت طالع كده. فلكن الحاجه الجميله النهارده انك انت عندك جماهير بصراحه تشرف اي حد. جمهورنا النهارده انا بعتبره اللاعب رقم واحد. يعني هو النهارده ممكن جمهورنا اللي يفرق معانا بشكل كبير زي ما احنا شفناه في يمكن في المباريات اللي فاتت. صح. بيساندنا بشكل انتحاري من اول ما بيخش لحد ما بيخرج وهو بيهتف لعيبه منتخب مصر. وعايز اقول لك حاجه كريمه يا نهوان، ان احنا اللعيبه دي معظمها اول مره تلعب تحت ضغط الجماهير. لو نرجع لورا شويه احنا طول عمرنا بقالنا السنوات اللي فاتت مفيش جماهير. طب. ولا للاهلي ولا للزمالك ولا اي فرقه من الفرق. هو في تعطش من ناحيتين، من ناحيه اللعيبه ومن ناحيه الجماهير. يعني بالزبط. فعشان كده شفنا الحاله دي الحلوه المبشره فعلا. يعني حقيقي بصراحه النموذج للجماهير مصر اللي احنا بنعتبرها يعني رقم واحد في البطوله دي من ناحيه التنظيم من ناحيه التشجيع. وده اللي ادى بقى الدافع للعيبه منتخب مصر فتره الاخيره. نلاحظ ان احنا يمكن اخر مباراه لمباراه الاردن شوط متوسط وضعيف المستوى لمصر، لكن الشوط الثاني كان فيه ايجابيه وفيه تركيز اكتر نتيجه ان الجماهير فضلت تساند 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 اللعيبه لحد ما وصلتها لمكسب جميل على منتخب الاردن. النهارده برضك يعني مش عايزين يعني نقلل برضك من جماهير تونس لان هم برضك موجودين بشكل طبعاً كبير بيساندوا فرقتهم بشكل كبير. لكن لو هتبص مجمل الفرقتين النهارده 50-50 من كل الجوانب، من ناحيه التشكيله، من ناحيه ثبات التشكيل، استراتيجيه اللعب، الثلاث خطوط في الدفاع في الهجوم، اهدافهم اللي جابوها، الاهداف اللي عليهم قريبين جدا بشكل كبير. طب ناحيه المهارات الفرديه للعيبه طبعا برضه 50-50 50-50 برضك لان هم برضك عندهم لعيبه مميزه مؤثرين بشكل كبير جدا في الثلاث خطوط. احنا عندنا لعيبه مؤثره بشكل كبير. شفنا مستر كروش كان بيتكلم في المؤتمر، اتكلم قال ان طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا للمكانه ديت من افضل اربع فرق موجودين في المربع. احنا وتونس وقطر وجزائر مباريات مصر كلها كانت مباريات تأدت بشكل ايجابي. الراجل غير بشكل كبير جدا في كل مباراه، فاجئنا بتغيير خمس لعيبه في كل مباراه، حتى التغييرات اللي من خارج الخطوط كانت مؤثره بشكل كبير. هو قال البطوله دي افرزت لي لعيبه الحمد لله رب العالمين، قدرنا نحط ايدينا على قوام بعد كده لمنتخب مصر خلال السنوات اللي جايه. عنده حوالي 40 لعيب اشركهم يمكن في 8 مباريات او 9 مباريات، وده عدد كبير جدا بالنسبه للاعبين منتخب مصر في عدد مباريات قليل. فده نتاج ان الراجل بيفكر بشكل كبير جدا، الراجل بيدي فرص للعيبه. اتكلم على ان النهارده لازم اللعيب يبقى سليم 100% عشان ابدا بيه. يعني اي شك في اي لعيب هضطر استبعده لان مش عايز طبعا. هو يمكن ده انطبق على شناوي بالظبط حديثه، يعني شناوي يمكن كمان وحمدي فتحي ويمكن ايمن اشرف، هم دول يمكن اللي عندهم شكوك بشكل كبير جدا موضوع الاصابات اذا كانت خلفيه، او اشرف عنده الجزع في الرباط الداخلي. فانا شايف ان ايمن اشرف النهارده هيبقى مستبعد بشكل كبير جدا، لكن اتمنى ان حجازي يبقى موجود، اتمنى ان الشناوي يبقى موجود، اتمنى ان حمدي فتحي يبقى موجود بصفه اساسيه. ما كلنا نتمنى، بس في حال غيابهم هيبقى الوضع عامل ازاي في رايك؟ في حاله غيابهم هو واضح قوي ان هو من خلال شغله ان هو عنده البديل. يعني النهارده مهند لاشين موجود بصفه اساسيه، بيشركوا في اخر نص ساعه في كل مباراه. مهند برضك من اللعيبه اللي بتلعب في المكان سته مكان حمدي فتحي بشكل كبير. شفنا كمان اللاعب
البنك الاهلي ياسين احمد ياسين برضك لعيبه من اللعيبه اللي اشرقها بشكل كبير جدا مكان حجازي. لكن في المباراه الكبيره اللي بالشكل ده اللي فيها خبرات بقى انا اتمنى ان حجازي يكون موجود بصفه اساسيه يعني يفرق معانا في خط الظهر بشكل كبير. حجازي كابتن وعنده خبرات ويفرق مع الونش. كان في تفاهم في المباراه اللي فاتت بشكل كبير يعني اصابه حجازي عملت لنا نوع من الخلل او نوع من الثغره اللي ممكن يقدر الخصم يدخل من خلالها. وشوفنا الشوط الاولاني من مباراه الاردن الحاجات اللي راحت عشناهم من العمق ويعني مثلت خطوره بشكل كبير جدا. يمكن كان فيها توفيق وعدم توفيق. الحمد لله ان ربنا ما وفقش منتخب الاردن انه في الشوط الاولاني يقدر يجيب اكتر من هدف، لكن كان هيصعب علينا مهمه بشكل كبير قوي. هو علي معلول هيلعب ولا لسه ما فيش تاكيد بالموضوع ده النهارده؟ لا ما افتكرش، لانهم عندهم ابن حميده ده لعيب كويس قوي بدأ الدوره بشكل كبير، وهم برضك عندهم ثبات بشكل كبير جدا في الثلاث خطوط بالنسبه للاعبتهم، وده يمكن اللي مديهم الاداء التكتيكي والمهاري والبدني بشكل جيد. عندهم دراج ده برضك الباك رايت من برضك من اللعيبه المهاجمين وظهر بمظهر جيد. وعنده مشكله يمكن في قلب الدفاع وحراسه المرمى بالنسبه لفاروق مصطفى، يعني لو قدرنا ان احنا يبقى في تصويبات من خارج المنطقه او حاجات مؤثره هم عندهم مشاكل في الجزئيه دي. عندهم نص ملعب برضك ترجان الساسي وهلال الشعلاني، عندهم اثنين موجودين بصفه اساسيه بيلعبوا برضك المباريات معظمها. عندهم في خط الهجوم عندهم لعيبه برضك مؤثره بشكل كبير. عندهم المساكني ده لعيب بيلعب في الجنب الشمال، لعيب مهاري، لعيب مميز بشكل كبير. عندهم لعيب نعيم الصليطي برضك في الجنب اليمين، لعيب مهاري ولعيب قوي محتاج برضك رقابه. وسيف الجزيري اللي احنا شفناه لعيب نادي الزمالك مهاجم نادي الزمالك برضك بيجيد ان هو بيجيب اهداف بشكل جيد. يعني عندهم من اللعيبه اللي محتاجه فعلا رقابه بشكل كبير جدا بالنسبه لدفاعات مصر.